إحصائية متميزة دائما بكوادرها الموجودة. أشكر جامعة الملك فيصل، أشكر فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأشكر الأخوان في التحكيم التجاري. وطبعا حقوق الإنسان ما في شك أنه كل عملنا يصب إن شاء الله في حقوق الإنسان. ولا أنسى طبعا أخواني وزملائي في أمانة الأحساء ودورهم الكبير في المنظومة القانونية. كل الشكر والتقدير حقيقة لأمانة الأحساء على هذه الشراكة الفاعلة مع الجهات المختلفة تحقيقا وتفعيلا ليوم القانون العالمي. حقيقة احتفت الأمانة بحضور كبير من المختصين بهذا اليوم وفعلت تفعيلا جيدا، وكانت بمشاركة فاعلة من جامعة الملك فيصل ممثلة بكلية الحقوق ومركز الدراسات والاستشارات القانونية. شاركت جامعة الملك فيصل ممثلة بكلية الحقوق ومركز الدراسات والاستشارات القانونية بالتعاون مع أمانة الأحساء بمشاركة 2 من أعضاء هيئة التدريس في الندوة المقامة. كذلك شارك مركز الدراسات والاستشارات القانونية بإعداد إصدار قانوني خاص بهذه المناسبة، كما شاركت الجامعة بركن خاص مصاحب لهذه الندوة.